السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي المنهج الجديد. طبعا يا شطار احنا شرحنا اول 3 دروس، طبعا يا استاذ ما حلناش غير تمارين على الدرس الاول. ان شاء الله هنبدا نحل تمارين على الدرس الثاني وتمارين على الدرس الثالث، بحيث ان انت تذاكر الدرس وتحل التمارين عليه مباشره. بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك للفيديو ونشارك الفيديو يا استاذ في كل الجروبات اللي انت مشترك فيها، سواء على واتساب او تليجرام او على الفيسبوك. ليه يا استاذ؟ علشان قناتنا تكبر ونكبر مع بعض ونبقى مع بعض اكبر قناه رياضيات في الوطن العربي. تمام يا شطار، وتعال نبدأ في التمارين رقم 2. هنحل طبعا كتاب مين؟ تمارين في كتاب الأضواء على الدرس الثاني. طيب أول سؤال هنا يا أستاذ بيقول لك أوجد ناتج كل مما يأتي مستخدما جدول القيمة المكانية ثم أكمل. خدنا يا أستاذ هنا جاي لك أول مثال بيقول لك اضرب لي 57 في 10. احنا خدنا ازاي نضرب عدد صحيح، يعني عدد ما فيش علامة في 10. بنضرب ازاي؟ كنا بننزل الصفر يا أستاذ، وبعد ما ننزل الصفر نضرب الأرقام، نضرب الواحد مرة في 7، واحد في 7 ب7، ونضرب مرة الواحد في 5، واحد في 5 بكام؟ ب5. ركز معايا يا أستاذ هنا بيقول لك إيه؟ يلا نكمل. ركز ان السبعه كانت وين؟ كانت في الاحاد. جت وين يا استاذ؟ السبعه جت في العشرات، يبقى نكتب السبعه في العشرات. طيب والخمسه يا استاذ كانت وين؟ في الاول كانت في العشرات، بقت وين؟ بقت في المئات، يبقى نيجي في خانه المئات دي ونكتب فيها كام؟ نكتب فيها 5. طب يا استاذ بالنسبه للسبعه دي هنسيبها فاضيه تحتيها الخانه؟ لا، قال لك تحتيها هنضع مين؟ هنضع صفر. تمام، هنضع تحت السبعة الفاضية دي صفر. ركز معي بيقول لك قيمة العدد تزداد ولا تقل بالضرب في 10. ركز معي في العدد، لا، قبل ما نضرب في 10 كان 57، لما ضربت في 10 بقي كام؟ 570، يبقى زاد ولا نقص؟ يبقى قيمة العدد تزداد بالضرب في مين؟ في 10. تمام، شوف كان الأول 57 بقي كام؟ 570، يعني زاد. طيب قيمة الرقم 5 تتغير من كام لكام؟ والله يا أستاذ الخمسة قبل الضرب كانت وين؟ كانت الخمسة في العشرات ب50، كانت بكام في العشرات قبل الضرب؟ في 50. ركز معي لما ضربت يا أستاذ الخمسة جت وين؟ جت في المئات، بقيت في كام؟ ب500، بقيت بكام؟ ب500. تمام؟ طب السؤال بعدي، قيمة الرقم 7 تتغير من نقط إلى نقط. والله يا أستاذ السبعة قبل ما نضرب كانت في الآحاد، والسبعة في الآحاد ب7، لأن قيمة رقم يعني عاوز أرقام. اتغيرت من كام لكام؟ والله بعد ما انا ضربت يا استاذ السبعه بعد ما كانت في الاحاد جت في العشرات، فقيمتها تبقى 7 في العشرات بكام؟ ب70. تمام؟ طب تعال ناخد كمان مثال عشان نتدرب اكتر. ركز هنا، العدد يحتوي على علامه. طول ما العدد يحتوي على علامه يا استاذ يبقى في حاله الضرب العلامه هتجري لقدام، هتجري لميه لقدام. يبقى نكتب السته، نكتب العدد بدون علامه 65. طب يا استاذ في حاله الضرب في 10 العلامة تجري لقدام خطوة واحدة، يعني العلامة بدل ما هي ورا الخمسة تيجي قدام الخمسة، وطالما العلامة جت من قدام ملهاش أي لازمة اشطبها. تمام، ملهاش لازمة. يبقى العدد بدل ما كان 6 و5 من 10 بيجي 65. طيب فركز معي، الخمسة بقت في الأحاد، بدل ما كانت الخمسة في الجزء من 10 جت في الأحاد، يبقى نضع الخمسة في الأحاد. طيب بالنسبة للستة كانت في الأحاد، لما ضربت في 10 جات مين؟ جات في العشرات، جات وين؟ في العشرات، يبقى نكتب الستة في خانة مين؟ العشرات، ونضع العلامة تحت العلامة. طب بالنسبة للرقم 5 يا أستاذ ما تحتاجش أي حاجة، نضع صفر. تمام؟ فركز معايا، بيقول لك قيمة العدد تزداد ولا تقل بالضرب في 10؟ والله يا أستاذ لما ضربت في 10 الستة في الأحد كانت بستة، بعد ما ضربت الستة جات في العشرات بقت بستين، يبقى زاد ولا لا؟ يبقى في حالة الضرب دايما العدد ايه؟ بيزيد، قيمة العدد بيزيد. طب قيمة الرقم 6 تتغير من كام لكام؟ والله يا أستاذ الستة الأول كانت في الأحاد قيمتها بستة، بعد ما ضربت يا أستاذ الستة جات وين؟ جات في خانة العشرات، فقيمتها هتبقى بكام؟ بستين، يبقى هتتغير من 6 ل60. طب قيمة الرقم تتغير من كام؟ قيمة الرقم 5، والله يا أستاذ الخمسة قبل الضرب يا أستاذ كانت في خانة الجزء من 10، فهتكون بكام؟ في خانة الجزء من 10 هتكون ب5 من 10. تمام؟ عند الفاصلة كده نكتب الفاصلة، ننزل زي الفاصلة زي ما هي، وكل الجزء الصحيح يبقى إيه؟ أصفر. طب الخمسة بعد الضرب بقت في خانة مين؟ والله يا أستاذ الخمسة بعد الضرب جت في خانة الأحاد، فقيمتها هتكون ب5. طب ناخد كمان مثال عشان نتدرب أكتر. ركز معاي هنا، بنضرب في عدد صحيح بدون علامة. كنا بنضرب ازاي؟ كنا بننزل الأصفار بتاعت المسألة يا أستاذ ونضرب طبيعي، الواحد نضربه مرة في 8 ب8، والواحد نضربه مرة في 4 ب4،
والواحد يا أستاذ مرة نضربه في الواحد بكام؟ بواحد، يبقى بقيت 1400 كام يا أستاذ؟ 1480. ركز معايا، الثمانية كانت وين يا أستاذ؟ كانت في الأحاد، جات وين يا أستاذ؟ بعد الضرب جات في العشرات، يبقى نكتب في خانة العشرات 8. طيب ركز معاي، الأربعة يا أستاذ قبل الضرب كانت في العشرات، ركز بعد الضرب جات وين؟ جات في المئات، يبقى نكتب الأربعة في المئات، في خانة المئات ونكتب أربعة. طب ركز معاي، في الواحد كم في المئات؟ لما ضربت يا أستاذ جاء في أحاد الألوف، يبقى في أحاد الألوف نكتب واحد. طيب بالنسبة يا أستاذ للثمانية ما تحتهاش حاجة، ضع صفر، ضع مين؟ صفر، يبقى الناتج بقي 1480. بيقول لك قيمة العدد تزداد ولا تقل بالضرب في عشرة، احنا قلنا في حالة الضرب تزداد، ليه؟ ركز معايا، العدد الأول كان كام قبل الضرب؟ 148، شوف بعد ما ضربت بقي كام؟ 1480، يعني زاد. طب قيمة الرقم 8 تتغير من نقط إلى نقط، ركز معايا، ال 8 يا أستاذ قبل الضرب كانت في الأحد قيمتها ب 8، لما ضربت يا أستاذ في 10 الثمانية كانت في الأحد بقت وين؟ بقت في العشرات، في قيمتها تكون ب 80، يعني تتغير من 8 ل 80. طب قيمة الرقم واحد تتغير من نقط لنقط، والله يا أستاذ الواحد قبل ما نضرب كانت في الأحاد، كانت في المئات، فقيمتها كانت ب 100، لما ضربت يا أستاذ بعد الضرب جات في مين؟ في أحاد الألوف، فقيمتها بتبقى كام؟ 1000. وركز معاي، قيمة الرقم يعني عاوز أرقام. طيب ندخل في دي، عندما يحتوي على علامة، قلنا في حالة العدد يحتوي على علامة يا أستاذ، العلامة تجري لقدام، في حالة الضرب العلامة تجري كام؟ لقدام. تضرب في 100 يعني العلامة هتجري كام خطوة لقدام؟ خطوتين. يعني العلامة بدل ما هي ورا الاثنين تيجي قدام الاثنين، أدي خطوة، وتيجي قدام الأربعة أدي خطوة، طالما العلامة جات من قدام ملهاش لازمة، يعني هننزل نكتب العدد بدون علامة، 3 5 2 4. تمام يا أستاذ؟ تمام. قلنا العلامة طالما بتضرب في 100 بتجري لقدام خطوتين، تمام؟ خطوة تيجي قدام الاثنين وخطوة تيجي قدام الأربعة، وطالما جات من قدام العلامة هنا ما لهاش أي قيمة، يعني العلامة هنا ما لهاش قيمة من قدام. طيب ركز معاي، قبل الضرب يا أستاذ الأربعة كانت في خانة الجزء من كام؟ في الجزء من 100، كانت وين الأربعة؟ في خانة الجزء من 100. بعد ما ضربت يا أستاذ الأربعة جات وين؟ جات في الأحاد، يبقى نيجي في خانة الأحاد ونكتب أربعة. طيب ركز معاي، بالنسبة للاثنين كانت في خانة الجزء من 10 أهي، بعد ما ضربت يا استاذ الاثنين جت في العشرات، يبقى نيجي في خانه العشرات ونكتب 2، ادي لك خانه العشرات ونكتب 2. طب ركز معاي، بالنسبه للخمسه كانت في الاحاد صح؟ ادي الخمسه في الاحاد، بعد ما ضربت يا استاذ الخمسه جت وين؟ جت في المئات، احاد عشرات مئات، يبقى نيجي في خانه المئات ونكتب 5. طيب ركز معاي، بالنسبه للثلاثه قبل الضرب كانت في العشرات، بعد ما ضربت يا استاذ جت وين؟ جات في أحاد الألوف، يبقى نيجي في أحاد الألوف ونكتب كام؟ 3. طب ركز معي، بيقول لك قيمة العدد تزداد ولا تقل بالضرب في 100، والله يا أستاذ العدد كانت 35 صحيح، و24 جزء من 100 يعني صغير، شوف لما ضرب بقي 3524، يعني إيه؟ يعني تزيد، خدها قاعدة بالضرب العدد بيزيد. طب قيمة الرقم 5 تتغير من نقط لنقط، والله الخمسة قبل الضرب يا أستاذ كانت في الأحاد قيمتها ب 5، بعد ما ضربت يا أستاذ الخمسة جات وين؟ ركز معاي، جات في المئات، والخمسة في المئات بكام؟ ب 500، وطالما طالب منك قيمة رقم يعني عاوز أرقام. طب قيمة الرقم تتغير من نقط لنقط، والله يا أستاذ قبل الضرب الأربعة كانت في خانة مين؟ كانت في خانة الجزء من 100، أول حاجة تضع علامة، طالما في الأجزاء تحط علامة صفر، وكانت في خانة الجزء من مين؟ من 100، ركز نكتب الأربعة في خانة الجزء من 100، قدامها كم رقم لغاية ما توصل للعلامة؟ قدامهاش غير رقم 2، نستبدلها بصفر. طيب اتغيرت إلى كام؟ ركز معي، الأربعة جت في الأحادة بعد الضرب، فقيمتها بتبقى كام؟ 4. طب ندخل على مثال تاني عشان نتدرب أكتر. في حالة القسمة يا أستاذ بدال، إحنا قلنا في الضرب العلامة بتجري لقدام، أما في حالة القسمة العلامة بتجري لورا. طيب في حالة القسمة بنعمل إيه يا أستاذ؟ نكتب العدد زي ما هو، 57، 7 وكام؟ و50. طب يا أستاذ العدد ما فيش علامة عشان نقول تجري لورا، لا حط العلامة في البداية يعني. طيب بتقسم على 10 يعني العلامة تجري لورا خطوة واحدة، يعني بدال تفض تيجي من قدام مين؟ تيجي قدام السبعة كده، تمام؟ يبقى بقيت 5.7. ركز معاي، العدد يا أستاذ قيمة العدد تزيد ولا تقل بالقسمة على 10؟ ركز، الجزء الصحيح كان كام؟ كان 57، لما قسمت على 10 بقي كام؟ بقي 5 بس، يعني زاد ولا قل؟ يبقى خدها قاعدة، في حالة القسمة دايما العدد بيحصل له إيه؟ قيمة العدد تقل، تمام؟
طيب ركز معي، الخمسة جت في الأحاد، الخمسة كانت في العشرات، جت وين؟ جت في الأحاد، يبقى نكتب الخمسة في خانة مين؟ الأحاد، تمام يا أستاذ؟ طيب بالنسبة للسبعة قبل القسمة كانت في الأحاد، صح؟ لما قسمت جت في الجزء من عشرة، جت وين؟ جت في الجزء من عشرة، نكتب سبعة. طب قيمة الرقم سبعة تغيرت من كم لكم؟ والله يا أستاذ السبعة قبل القسمة كانت في الأحاد فقيمتها كانت بسبعة. بعد ما قسمت يا أستاذ جت في الجزء من عشرة، طالما جت في الجزء من عشرة نضع صفر علامة، والسبعة نكتبها زي ما هي ما قدمهاش أي أرقام عشان تصل للعلامة، يبقى مش هنضع أصفار، يبقى اتغيرت من سبعة لسبعة من عشرة، حصلت لها إيه؟ قلت. طب قيمة الرقم خمسة تتغير من نقط لنقط، والله الخمسة يا أستاذ قبل القسمة كانت في العشرات فقيمتها كانت بخمسين. طب يا أستاذ بعد ما أنا قسمت الخمسة جت وين؟ جت في الأحاد فقيمتها كانت بكام؟ بخمسة. كمان مثال بيقول لك اقسم لي 345 على العشرة، نكتب العدد بدون علامة، 345. قلنا في حالة القسمة لو العدد ما فيش علامة نضع العلامة من قدام، تقسم على عشرة يعني العدد العلامة تجري لورا خطوة واحدة، يعني هي تعدي الخمسة تبقى بين مين ومين؟ بين الخمسة والأربعة ونضع العلامة. تمام يا أستاذ؟ طيب ركز معايا، قبل القسمة يا أستاذ الخمسة كانت في الأحاد، جت وين؟ جت في الجزء من عشرة، بنيجي في الجزء من عشرة نكتب خمسة، ننزل العلامة. طيب ركز معايا، قبل القسمة الأربعة كانت في العشرات، جت وين؟ جت في الأحاد يا أستاذ بعد القسمة، يبقى في الأحاد ونكتب بكام؟ أربعة. طب يا أستاذ الثلاثة قبل القسمة كانت في المئات، صح؟ طب بعد ما قسمت الثلاثة جت وين؟ جت في العشرات، يبقى نكتب الثلاثة في العشرات. طب بالنسبة للثلاثة ضاعت تحتها صفر، والصفر على الشمال ماليش هي لازمة. ركز معايا في العدد، قبل القسمة كان 345 صحيح، بعد القسمة بقي 34 صحيح بس، زاد ولا نقص؟ دايما بالقسمة بينقص. طيب نيجي بيقول لك أنا قيمة الرقم خمسة تغيرت من نقط إلى نقط، وين الخمسة يا أستاذ؟ والله الخمسة قبل القسمة كانت في الأحاد فقيمتها كانت بخمسة. طيب بعد القسمة جت في الأجزاء، طالما جت في الأجزاء نضع صفر علامة، تمام؟ والخمسة نكتبها زي ما هي، والخمسة ما قاعدة قدامهاش أي أرقام عشان توصل للعلامة، مش هنضع أصفار، يبقى اتغيرت من خمسة لخمسة من عشرة، حصل لها هي قلت. طيب قيمة الرقم ثلاثة تتغير من نقط لنقط، والله يا أستاذ الثلاثة قبل القسمة كانت في المئات فقيمتها ب 300. طيب بعد ما قسمت يا أستاذ الثلاثة جت في خانة مين؟ الثلاثة دي جت في العشرات فقيمتها ب 30، إيه اللي حصل للعدد؟ قل من 300 ل 30. طيب نيجي ناخد مثال تاني، قلنا نكتب العدد بدون العلامة 8 9، 8 إيه؟ 9. قلنا في حالة القسمة العلامة دي إيه؟ تجري لورا، تجري إيه؟ لورا، تجري كم خطوة يا أستاذ؟ لورا، خطوتين. طب تيجي تفط تيجي قدام الثمانية، أدي لك خطوة. طب بالنسبة للخطوة الثانية تزود صفر، تزود صفر، يعني هي إيه؟ كانت ورا الثمانية صح؟ فطت جت قدام الثمانية، دي خطوة. طب أنا عاوز الخطوة الثانية بتاعت المية، يبقى تنضع صفر عشان نقدر نخط الخطوة الثانية ونضع العلامة وإيه؟ والزيرو. تمام؟ ركز معايا، ايه اللي حصل للعدد؟ قيمة العدد تزيد ولا تقل بالقسمة على 100؟ والله يا أستاذ العدد كان 8 في الجزء الصحيح، في الجزء الصحيح ما بقيش ولا حاجة، يبقى نقصت صفر، يبقى ايه؟ تقل. دايما في حالة القسمة قيمة العدد ايه؟ تقل. طيب ركز معايا، تعالى نكمل جدول القيمة المكانية، ركز معايا. ال 8 في قبل القسمة يا أستاذ كانت وين في الأحاد؟ جت وين؟ جت يا أستاذ بعد القسمة في الجزء من كام؟ من 100، يبقى نيجي في خانة الجزء من 100 ونكتب 8. طيب ركز معايا، التسعة كانت في الجزء من عشرة، تمام؟ بعد القسمة يا أستاذ جت وين التسعة؟ جت في الجزء من 1000، يبقى نيجي في خانة الجزء من 1000 ونكتب 9. طيب يا أستاذ تحت التسعة كمل صفر ونضع العلامة، وبالنسبة للتحت الثمانية نضع إيه؟ صفر، تمام؟ طيب قيمة الرقم 8 تغير من نقط لنقط، قيمة رقم يعني عاوز رقم، والله يا أستاذ الثمانية قبل القسمة كانت في الأحد فقيمتها كانت ب 8. طب بعد القسمة الثمانية جت في الجزء من ما، يبقى نكتب طالما في الأجزاء نكتب صفر علامة، والثمانية نكتبها زي ما هي، والثمانية عشان توصل للعلامة يا أستاذ قدامها رقم واحد نستبدلها بصفر، تمام؟ طب قيمة الرقم 9 تغيرت من نقط لنقط، والله يا أستاذ التسعة قبل القسمة كانت في الجزء من عشرة، طالما في الأجزاء نضع صفر علامة ونكتب التسعة، والتسعة يا أستاذ ما قدمهاش أي أرقام عشان توصل للعلامة، مش هنضع أصفار. طيب بعد القسمة جت في الجزء من 1000، طالما في الأجزاء نضع زيرو علامة ونكتب التسعة، والتسعة قدامها رقمين عشان توصل للعلامة دي، يبقى إن هي نستبدلهم بصفرين، يبقى اتغيرت من 9 من 10 إلى 9 هي جزء من 1000. ناخد كمان مثال، ركز معايا، بالضرب في 1 على 10 دي معناها كأنك بتقسم على إيه؟ على 10،
ركز، لأن دي صيغة أخرى للقسمة. بالضرب في 1/10 كأنك بتقسم على 10، تمام؟ قلنا بنكتب الرقم اللي هو 25 بس بدون العلامة، تمام يا شاطر؟ طب العلامة موجودة بين الخمسة والاتنين، بتقسم على 10 يعني العلامة هتجري لورا خطوة واحدة، تيجي ورا الاتنين، تيجي ورا مين؟ الاتنين. طيب ونضع ايه؟ الصفر بتاع الجزء العشري. ركز معايا، الاتنين يا الخمسة يا أستاذ كانت في الأحد قبل ما نقسم، صح ولا لا؟ منا قسمت الخمسة جت وين؟ والله يا أستاذ الخمسة، لا ركز معاي ركز معاي ركز معاي، لأن دي مش 2 و2 أو 5 من 10، لا ده 25، فتركز معاي في الجزئية دي. أنا جبتها 2 و5 من 10، لا دي 25 وليس 2 وإيه. طيب ركز معاي، أولا العدد ما فيش علامة، قلنا نضع العلامة في البداية. بتقسم يعني العلامة هتجري لقدام خطوة واحدة، تفض تيجي قدام الخمسة، يعني بين الاتنين والخمسة، تمام كده الحل المظبوط. طيب الخمسة كانت في الأحد يا أستاذ قبل القسمة، طب بعد ما قسم جت في الجزء من 10، بنيجي في خانة الجزء من 10 ونكتب 5. طيب الاتنين كانت في العشرات يا أستاذ بعد ما قسم جت في الأحد 2، تمام جت وين في الأحد؟ دي العلامة، جت وين في الأحد، ونكتب الاتنين. طب بالنسبة للاتنين تحتها صفر، والصفر على الشمال ماليش لازمة. طب قيمة العدد تزداد ولا تقل؟ أكيد بالقسمة تقل. ليه يا أستاذ؟ لأن ركز العدد الصحيح كان 25، بعد كده نقص بقي 2، يبقى يقل. قيمة الرقم 5 تتغير من كام لكام؟ والله يا أستاذ الخمسة كانت في الأحد فقيمتها كانت بخمسة. لما قسمت يا أستاذ جت في الجزء من 10، طالما جت في الجزء من 10 نضع صفر علامة ونكتب الخمسة، الخمسة ما قدمهاش أي أرقام عشان توصل للعلامة، مش هنضع أصفار، يبقى اتغيرت من 5 ل 5 إيه؟ من 10. طب قيمة الرقم تتغير من نقط من نقط، والله قبل القسمة كانت الاثنين في العشرات ب 200 ب 10 ب 20. لما قسمت يا أستاذ الاثنين جت في الأحد قيمتها بكام؟ ب 2، يعني إيه اللي حصل للعدد؟ تقل قيمته، تمام؟ وندخل على السؤال. ركز معايا في اللي جايين دول لأن مهمين جدا جدا، السؤال الثاني علشان نفهمه فهم، تمام؟ حوط حول الإجابة الصحيحة، بيقول لك عند ضرب العدد في 100 فإن أرقامه تتحرك خانتين في اتجاه نقط. ركز معي، مثلا لو عندي 25، عندي كام؟ 25، وجيت ضربتها في 100، ضربتها في مين؟ في 100. يلا نضرب، قلنا في حالة الضرب ننزل الأصفار، ننزل الأصفار ونضرب الأرقام، الواحد نضربه مرة في الخمسة بخمسة، والواحد يا أستاذ مرة نضربه في الاتنين باتنين. ركز في حالة الضرب، أرقام العدد اتزحزحت لليسار ولا لليمين؟ والله يا أستاذ اتزحزحت لليسار، شوف الخمسة كانت لليمين جت وين؟ جت يسار لورا في اليسار، يبقى هي تحركت لليسار، تمام؟ ركز كلها تحرك لليسار، لليسار ماشي؟ طيب عند ضرب العدد 17 في 1/10 فإن قيمة الرقم 7 تصبح كام؟ احنا قلنا تضرب في 1/10 كأنك بتقسم على 10، يعني ال 17 دي كأنك بتقسمها على الكام؟ على ال10. طب يا استاذ احنا قلنا في حاله القسمه مفيش علامه، تحط انت العلامه من قدام، تمام؟ وبتقسم على 10 يعني العلامه بتحرك ايه؟ تجري لورا، طالما تجري لورا العلامه تفوت تيجي قدام مين؟ قدام السبعه، يعني تصبح 1 و7 من كام؟ من 10. ركز ان السبعه في خانه الجزء من 10، وين السبعه في خانه الجزء من 10؟ يبقى هنختار الاولى. طيب كمان مثال، قيمه العدد تزداد بالضرب في نقط وتحرك كل رقم من ارقامه خانه واحده اتجاه اليسار. طالما العدد بيتحرك اتجاه اليسار قلنا كاننا بنضرب. طب بيتحرك كم حركه؟ لو حركه واحده يعني بنضرب في 10، حركتين بنضرب في 100، اتحركوا ارقامه 3 حركات يبقى بنضرب في 1000. طب قال لي ارقامه تتحرك كم حركه؟ قال لي بيتحرك خانه واحده، طالما خانه واحده يبقى بنضرب في 10. طب لو خانتين بنضرب في 100، 3 خانات يبقى بنضرب في 1000. عند قسمة العدد 7000 على العدد 100 فإن قيمته تصبح، أدي لك السبعة إيه؟ 7000. إحنا قلنا طالما العدد ما فيش علامة نضع العلامة إيه؟ مو قدام. عند القسمة قلنا العلامة تجري لورا، تجري لمية، تجري لورا. 100 يعني تجري كم حركة؟ حركتين، تفض تيجي قدام الصفر الأول، أدي لك حركة، تفض تيجي قدام الصفر الثاني، أدي لك حركة ثانية، يعني تيجي هنا، والأصفار دي ما لهاش لازمة، يعني تصبح كام؟ 70. لأن دي أجزاء والأجزاء متصفرة، يعني إيه؟ جزء بصفر. طيب بيقول لك 3 وعلامة 651 جزء من 1000، لأن آخر حاجة وصلنا لها الجزء من 1000، تساوي نقط في كذا. ركز معايا شوف الأرقام حصل لها إيه. والله يا أستاذ الستة كانت في الأحاد جت في الجزء من 10، الجزء من 10. طيب والتلاتة كانت في العشرات جات في الأحاد، يعني العلامة حصل لها إيه؟ العلامة طارت لورا، جرت لورا، شوف
كانت قدام الستة، جت ورا الستة، جت ورا مين؟ الستة، يعني فطت فطة واحدة، يبقى كأننا بنقسم على 10 أو بنضرب في 1 على 10، هي اللي تقسم على 10 على 10 أو تضرب في 1 على 10، الاتنين صح، اللي نلقوها في الاختيار ناخدوها، يبقى هي بنضرب في 1 على 10 لأن عندك ضرب. عندما تتحرك أرقام العدد في اتجاه اليمين فإن قيمة العدد، ركز معاي، لو عندي 2 25 وجه الرقم اتحرك خانة واحدة لليمين، يعني مثلا بقي مثلا هنا الاتنين وهنا 5 علامة، طول ما العلق الرقم اتحرك لليمين قيمته بتقل، يعني كأننا بنقسم، يعني الخمس الاتنين بدل ما هي في الآحاد جت وين؟ في العشرات، جت في الآحاد، حصل لها ايه؟ بيقل. تمام؟ وندخل على السؤال اللي بعد. وهنا في السؤال رقم 3 بيقول لك أوجد ناتج مآلي مستخدما جدول القيمة ايه؟ المكانية. تمام يا أستاذ؟ هنحل مباشر، مش لازم جدول القيمة المكانية. تمام؟ ركز معي، طالما قسمة يا أستاذ يعني العلامة هتجري لورا، هتجري لمنية لورا. طب يا أستاذ ما فيش علامة، أنت تضع علامة من قدام كده من عندك. تمام؟ طب يا أستاذ نكتب العدد بدون علامة، 1 1، ها 2 0. تمام؟ ركز العلامة ورا الصفر، طول ما تقسم على 10 العلامة تجري لورا خطوة واحدة، يعني تفض تيجي قدام الصفر، وادي العلامة، نحط العلامة. وطالما يا أستاذ الأجزاء متصفرة يبقى نشيل العلامة ونشيل الصفر خالص، يبقى الناتج 112. كمان مثال، بتضرب في 10 يبقى العلامة تجري لقدام خطوة واحدة، نكتب العدد بدون علامة، 2 3 1. طيب عايزين نجري لقدام خطوة واحدة، يعني العلامة كانت ورا الثلاثة تفض تيجي قدام الثلاثة، قدام مين؟ الثلاثة. كمان مثال رقم 3، طول ما انت بتضرب في 1 على 10 كأنك بتقسم على 10، يعني بكرر الجزئية دي، نكتب الرقم بدون علامة، 54. طب يا أستاذ بتقسم على 10 العلامة تجري لورا، تجري لمية لورا، كانت ورا قدام الخمسة تفض تيجي ورا الخمسة. تمام؟ ونضع ايه؟ صفر من ورا. تمام؟ 54 جزء من كام؟ من ما. نكتب العدد بدون علامة، 2000، ها 171، 171. بنقسم على 100 نحط العلامة في آخر العدد، ونفط طالما بتقسم العلامة تجري لورا، تجري كم خطوة؟ 100 بخطوتين، تفط تيجي قدام الواحد، والخطوة الثانية تفط تيجي قدام مين؟ السبعة، تيجي قدام مين؟ السبعة، ونضع العلامة. يبقى 21 صحيح و71 جزء من 100. كمان مثال، نكتب العدد 275 بدون علامة. تمام يا أستاذ؟ طالما بتضرب العلامة بتجري لقدام، بتجري لمية لقدام، تجري كم خطوة؟ بتضرب في 100 بخطوتين، تفط فطة تيجي قدام السبعة، وتفط الفطة التانية تيجي قدام مين؟ الخمسة، ونضع العلامة. طالما العلامة من قدام وراهاش حاجة نشيلها خالص، يبقى 275. كمان مثال، هنا بنقسم على 100 والعدد ما فيش علامة عشرية، بنضع العلامة العشرية في البداية، طول ما تقسم العلامة بتجري لورا. تمام، نكتب العدد، تفط تيجي قدام الصفر ادي لك فطه، وتيجي الفطه الثانيه قدام الصفر الثاني، يعني تبقى كام؟ 81. والاصفار المفروض هنا علامه صفر صفر ما لهمش لازمه. طيب كمان مثال، نكتب العدد بدون علامه، 4 7 3 1. بتقسم يعني العلامه بتجري لورا. طب ما فيش علامه يا استاذ، نضع العلامه في البدايه. طيب بتقسم على 10 يعني تفط فطه واحده تيجي قدام الواحد، ما بين الواحد ومين؟ والثلاثه، نضع العلامه. طيب نكتب العدد بدون علامة، 175. طول ما انت بتقسم يعني العلامة تجري لورا، يعني تيجي قدام الواحد. تمام؟ وتحط مين؟ الصفر. طيب نكتب الرقم بدون علامة، العدد بدون علامة 174. طول ما انت بتضرب العلامة تطير لقدام، يعني تيجي قدام مين؟ قدام الأربعة، وطبعا ما وراهاش حاجة نشيلها من قدام. طيب 174. كمان مثال، نكتب 510 بدون العلامة، والعدد ما فيش علامة، نضع العلامة من قدام كده نقطة. تمام؟ بتقسم على 100 العلامة طالما قسم العلامة تجري لورا، تيجي تفط قدام الصفر ادي لك خطوة، تيجي الخطوة الثانية ما بين الخمسة ومين؟ والواحد. تمام؟ كمان مثال، نكتب العدد بدون علامة، 165. بتقسم يعني العلامة تجري لورا. طب يا أستاذ ما عنديش علامة، نضع العلامة هي في البداية، تفط تيجي قدام مين؟ الخمسة والستة. طيب نكتب العدد بدون علامة، 7 3 1 1. طيب طول ما بتضرب العلامة بتجري لقدام، تيجي تفط تيجي قدام الواحد، تيجي في البداية. طب في البداية ما لهاش لازمة خلاص، طيب لكن في النهاية لها لازمة. تمام؟ نكتب العدد بدون علامة، 7 5 1. تمام؟ في الضرب في 10
العلامة بتجري لقدام خطوة واحدة، يعني تفوت تيجي قدام الخمسة، تمام؟ طيب مثال كمان عشان نتدرب أكتر، وهي محل التمارين دي لأن وندخل في رقم 14، هنكتب العدد بدون علامة 301. طول ما أنت بتضرب يعني العلامة بتجري لقدام، يعني تفوت فطة دي لك أو ألف، بتضرب في ألف يعني تفوت ثلاث فطات، تفوت الفطة الأولى تيجي قدام الصفر، الفطة الثانية تيجي قدام الواحد، طب الثالثة نعوضها بصفر، الثالثة نعوضها بيه بصفر، المفروض العلامة في الآخر، وإحنا قلنا في الآخر ملهاش لازمة، لو في البداية نقول لها لازمة. طيب يبقى قلنا في البداية ملهاش لازمة لكن في النهاية لها لازمة. طيب نكتب العدد بدون علامة 2 5 3 2، تمام؟ طيب بتضرب في 100 يعني العلامة بتجري لقدام، كم خطوة؟ خطوتين، تفوت تيجي قدام الخمسة وتفوت تيجي قدام هي الثلاثة ونضع العلامة. وبكده خلصنا السؤال، ندخل على السؤال الرابع. وهنا السؤال الرابع بيقول لك أكمل، ده سؤال مهم. عند ضرب العدد 78 في العدد 10 فإن قيمة العدد أكيد بتزداد، تزداد تزيد، ماشي تزيد، لأن قلنا مثلا أدي لك كام؟ 78، هنضربها في كام؟ هنضربها في 10. في حالة الضرب كنا بننزل الصفر ونضرب عادي، واحد مرة في 8 ب 8، والواحد مرة في 7 بكام؟ ب 7. ركز الأول قبل الضرب كانت 78، بعد ما ضرب بقت 780، يبقى تزيد ولا تقل؟ تقل، تزيد بالضرب. طب عند الضرب العدد 97 وعلامة عشرية و4 من عشرة، في 1 من عشرة، في 1 على 10، طالما بتضرب في 1 على 10 كأنك بتقسم العدد على كام؟ على 10، على مين؟ على 10، 97 و4 من عشرة. واحنا قلنا في القسمة العلامة تتحرك لورا يعني تيجي قدام السبعة. شوف كانت قبل القسمة كانت 97 الجزء الصحيح، بعد القسمة بقت 9، يبقى تقل وتزداد، تقل. طيب عند ضرب العدد ده 5.720 في العدد 10 فإن قيمة الرقم 5 تتغير من كام لكام؟ لما تضرب قلنا العلامة تجري لقدام، يعني تيجي بين مين ومين؟ العلامة، نكتب العدد بدون علامة 5720. طيب قلنا أثناء الضرب يا أستاذ العلامة تجري خطوة، في 10 تجري خطوة لقدام يعني تفض تيجي قدام السبعة، يبقى الرقم 5 قيمته اتغيرت من كام؟ والله الخمسة يا أستاذ قبل الضرب كانت كانت يا أستاذ قبل الضرب في الآحاد، فقيمتها كانت بكام؟ بخمسة. لما ضربنا الخمسة جت في العشرات فقيمتها أصبحت كام؟ 50، تمام؟ عند ضرب العدد 2 بوينت علامة 1.5 في العدد 10 فإن قيمة الرقم تتغير من نقط لنقط. قلنا في حالة الضرب العلامة تجري لقدام، نكتب العدد بدون علامة، تجري لقدام خطوة لأن بضرب في 10 تفوت تيجي قدام الواحد، يبقى قيمة الرقم كام؟ 1 تتغير من كام لكام؟ والله قبل الضرب الواحد كان في الجزء من 10، طالما الجزء من 10 نكتب زيرو علامة ونكتب الواحد، والواحد عشان يوصل للعلامة قداش أرقام مش هنضع أصفار. بعد الضرب الواحد جاء في الآحاد فقيمة الواحد في الآحاد بكام؟ بواحد. عند قسمة العدد 4.2 على 10 فإن قيمته الرقم تتغير من نقط لنقط. قلنا في حالة القسمة العلامة تجري لورا، طالما جرت لورا كم خطوة؟ خطوة واحدة يعني تفوت تيجي قدام مين؟ الأربعة، تيجي قدام مين؟ الأربعة، والعلامة في الآخر قلنا ليها فايدة نضع مين؟ الصفر. قيمة الرقم اتغيرت من كام؟ الأربعة في الأول قبل القسمة قبل الضرب قبل القسمة كانت هي في الآحاد فقيمتها كانت أربعة. لما يا أستاذ قسم جت في مين؟ في الجزء من 10، بالتالي نضع زيرو علامة ونكتب الأربعة، تمام؟ والأربعة عشان توصل لحد العلامة العشرية ما قدمهاش أرقام مش هنضع أصفار. عند ضرب العدد 3 بوينت علامة 1.7 في 100 فإن قيمة الرقم تضرب في 100 يعني العلامة تجري لقدام، تفط فطة تيجي قدام الواحد وتفط الفطة الثانية تيجي قدام السبعة، والعلامة في البداية ملهاش لازمة، يبقى تصبح 300 وكام؟ و17. ركز قبل الضرب الرقم العدد 7 كان في الجزء من 100، جزء من كام؟ طالما في الأجزاء نكتب زيرو علامة ونكتب السبعة، والسبعة عشان توصل للعلامة قدامها رقم واحد نضع زيرو واحد. بعد ما ضربت في 100 السبعة جت وين؟ جت في الآحاد فقيمتها بسبعة، تمام؟ يعني زادت، تمام؟ نخش على السؤال اللي وندخل على السؤال رقم 5، وده سؤال مهم يعني بفهمك الليلة ماشية ازاي. بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخطأ. عند الضرب العدد 178 في 100 فإن قيمة العدد تزيد بالضرب في 1 على 100، تمام؟ بالضرب في 1 على 100 لا ما تزيدش، أنت بتضرب في 1 على 100 كأنك بتقسم على 100 وبالتالي مش هتزيد، هتقل، تمام؟ عند ضرب العدد في 79 في 10 فإن قيمة العدد تزيد بالضرب في 10، لو مسكنا 79 على جنب كده ورحت ضربينها في 10، في حالة الضرب ننزل الصفر
ونضرب الارقام، واحد في 9 ب 9 وواحد في 7 ب 7. ركز، كانت الاول 79 بقت 700، كانت 79 بقت 790، يعني العدد زاد فعلا بيزيد. طيب قيمة العدد تقل عند القسمة على 10، في حالة القسمة على طول القسمة بتزيد، لكن الضرب في حالة القسمة تقل، أما في حالة الضرب بتزيد. تمام، ده قسمة يبقى تقل، صح. عند ضرب العدد في 10 فإن أرقامها تتحرك من اليسار إلى اليمين. تعال نشوف في الضرب الأرقام تحركت منين؟ من اليمين إلى اليسار. فعلا يا أستاذ الأرقام التسعة كانت يمين جت يسار، تمام يبقى صح. طيب ندخل على السؤال رقم 6، بيقول لك لاحظ جدول القيمة المكانية التالية ثم اكتب مسألة الضرب أو القسمة التي تعبر عنها. بص معاي، الأرقام تحركت وين؟ والله يا أستاذ طالما الأرقام زحفت إلى اليسار يبقى أنا بكسب. شوفها زحفت كم مرة، كم خطوة؟ والله الثلاثة كانت في الأحد، جت في الجزء من 10 خطوة واحدة، يعني هنقسم على 10، نكتب العدد زي ما هو منزوع العلامة، 2 1 5 7 3، 2 1 5 7 3. طول ما العدد اتجه جهة مين؟ جهة اليمين، يبقى بنقسم، بنقسم على الكام؟ زحف خطوة واحدة يبقى بنقسم على 10. طب هانا العدد زحف إلى اليسار، طالما اليسار يبقى بنضرب. ركز، الثمانية زحفتش غير خطوة واحدة، يبقى إن هي بنضرب في 10، بنضرب في كام؟ في 10، ونكتب العدد زي ما هو اللي فوق، 2 5 علامة 4 8. ليه؟ لأن الأرقام زحفت مين؟ لليمين، تمام؟ فالعدد بيزيد، ركز، الأربعة كانت في الجزء من 10 جت في الأحاد، الخمسة كانت في الأحاد جت في العشرات، يبقى بيزيد لكن ده بينقص. طيب اقرأ ثم أجب مستخدم جدول القيمة المكانية، بيقول لك ينتج مصنع للأجهزة الكهربائية 1358 جهاز يوميًا. أوجد عدد الأجهزة التي ينتجها المصنع في 10 أيام، تمام؟ طب دي مسألة، في اليوم الواحد بينتج كام؟ 1358، يبقى في العشرة أيام نضرب في 10. نضرب في كام؟ في 10، يعني نجمع دول 10 مرات، لأن ده يوم واحد هو عاوز 10 أيام، يعني نجمع 10 مرات، يبقى إحنا بنعمل إيه؟ بنضاعف الكمية، يعني بنضرب. والضرب في 10 قلنا بنضرب إزاي؟ بدون علامة، يبقى نضع صفر ونضرب الأرقام، 1 في 8 ب 8، والواحد في 5 ب 5، والواحد في 3 ب 3، والواحد في 1 ب 1، والعدد إيه؟ بيكبر. طيب ركز معاي، التمانية كانت في الأحاد جت وين؟ جت في العشرات، يبقى في خانة العشرات نكتب 8. طيب الخمسة كانت في العشرات جت في المئات، يبقى في خانة المئات نكتب 5. طب بالنسبة للخانة دي تحتهاش حاجة، صفر. طيب نيجي للتلاتة، كانت في المئات جت في اللي هي في الأحاد الألوف، نكتب 3 في أحاد الألوف. طيب نيجي للواحد، كان في أحاد الألوف جاء في عشرات الألوف، يبقى نيجي في عشرات الألوف ونكتب 1. بس كده يا أستاذ. ندخل على السؤال اللي بعده، بيقول لك تدخر هدى 357 جنيها في اليوم، في الكام؟ في اليوم الواحد. أوجد قيمة المبلغ التي تدخره في هدى في 100 يوم، يبقى هنعمل إيه؟ هنضاعف الكمية دي 100 مرة، 100 مرة يعني نضرب مضاعفات، يعني ب 100، الضرب في 100. نضرب اللي هو كام؟ 357. في حالة الضرب ننزل الأصفار، 300 كام؟ 57. ننزل الصفرين ونضرب الأرقام طبيعي، 1 في 7 وواحد مرة في 5 وواحد مرة في 3 ب 3. ركز معاي، في حالة الضرب يبقى نيجي تحت 7 ونحط صفر، ونيجي تحت 5 ونضع صفر، ونيجي تحت 5 نضع صفر، وتحت 3 نضع كام؟ نضع 7، ونكمل الباقي 5 3 5 3. بس كده يا أستاذ، تمام؟ طيب بيقول لك يبيع صاحب مكتبة 34 قلم في اليوم، احسب عدد الأقلام التي يبيعها في 100 يوم، يبقى هنضرب في كام؟ في 100. يبقى في اليوم الواحد بيبيع 34 قلم، طب في 100 يوم يبقى هنضرب في 100، 34 في كام؟ في 100. بننزل الأصفار ونضرب الأرقام طبيعي، 1 في 4 ب 4 و1 في 3 ب 3. طيب يبقى تحت الأربعة نضع صفر، وتحت الثلاثة نضع صفر، ونكمل الباقيين 4 3 4 3. طيب بيقول لك ايه؟ يتقاضى عامل 2435 جنيها وينفقها بالتساوي على 10 ايام، عاوز يقسمها على 10 ايام. عاوز اليوم الواحد يا استاذ، يبقى نقسم، نقسم ليه؟ لان هو عاضيك الايام كل الايام، لكن عاوز يوم منهم، يبقى نقسم المبلغ على 10 ايام عشان نجيب اليوم الواحد. المبلغ كام؟ 2435، نقسم على الكام؟ نقسم على 10،
طول ما انت بتقسم العلامة تجري لورا، تمام؟ نضع العلامة في البداية، تفوت تيجي قدام الخمسة، يعني نكتب الخمسة بين الخمسة والثلاثة، ثلاثة أربعة اثنين، يبقى بعد العلامة نضع خمسة، بعد العلامة نضع خمسة، بعد العلامة ثلاثة، ونكمل الباقي أربعة اثنين، أربعة اثنين. بس يا أستاذ، تمام؟ ونخش على السؤال اللي بعده. طيب نبدأ في فكر، لأن سؤال مهم. بيقول لك تتغير قيمة العدد عندما تتحرك أرقامه خانتين لليسار، وضح ذلك. تعال يا أستاذ نضرب، احنا قلنا طالما الأرقام تجري تتحرك إلى اليسار، تزحف إلى اليسار، يبقى قيمتها بتكبر، يعني بنضرب. ركز معاي، لو قلت لك 25 هنضربوها في 10، تعال نشوفه بالتحرك لليسار إيه اللي يحصل؟ هل العدد تتغير قيمته ولا لا؟ فعلت الضرب، بننزل الصفر، 1 في 5 ب5 و1 في 2 ب2. ركز، لما زحفت الأرقام لليسار قيمة العدد إيه؟ كبرت. يبقى قيمة الرقم تتغير عندما تتحرك أرقامه خانتين. أنا بيضرب في 100، بركز مش هنضرب في 10، نضرب في 100، ينزل الصفرين، تمام؟ 1 في 5 ب5 والواحد في 2 بكام؟ ب2، تمام؟ 1 في 2 بكام؟ ب2، يبقى تحرك حركتين، يبقى قيمته بتتغير، تمام؟ طيب اقرأ ثم أجب، أوافق أو لا أوافق. يقول سامح إنه إذا ضرب العدد ده في 10 فإن قيمة العدد تقل لتصبح 1 على 10 من قيمته، وتتحرك الأرقام من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين، هل توافقه؟ طبعاً مش هنوافق، لا أوافق. ولا أوافق ليه؟ لأن تعال نضرب في 10، العدد تقل لتصبح 1 على 10، لا، تعال نضرب في 10، يعني العلامة تجري لقدام، تيجي قدام وين؟ قدام الخمسة، يعني تصبح 6 3 4، وتيجي قدام الخمسة، ومن قدام ما لهاش عازة، يبقى العدد إيه؟ قيمته بتكبر في حالة الضرب وليس تقل، تمام؟ شوف كان كم في الصحيح؟ كان 634 صحيح، بقي 6345، يعني كبرت، تمام؟ وندخل على اختبر نفسك، لأن وندخل يا استاذ في اختبر نفسك. بالنسبه لاختبر نفسك، انت هتوقف الفيديو، تمام؟ انت خلاص احنا شرحنا الدرس، بعد ما حضرت الشرح وحضرت حل التمارين، اختبر نفسك، توقف الفيديو يا استاذ، وبعد ما توقف الفيديو تعمل ايه؟ تبدا تحل وتراجع بعد كده معايا. ده اختبار بسيط، يعني انا مش امتحان نهائي، علشان تشوف ايه اللي هتخطا فيه وتصححه، ما تخطاش فيه في الامتحان. بيقول لك الرقم الذي يمثل الجزء من 10 في الكسر العشري ده، احنا قلنا بنيجي عند العلامة العشرية وبنفصل، الأولانيين دول أجزاء والتانيين دول أصحاح. الجزء الرقم الموجود في خانة الجزء من 10 اسمه كام؟ اسمه 9، يبقى الجزء من 10 9، يبقى نختار 9. طيب عند قسمة العدد ده اللي هو 10 و6 من 10 على 10 فإن قيمته قسمة، يبقى العلامة تفوت تجري لقدام. تجري لمية؟ تجري لقدام. طيب لما تجري لقدام تفط تيجي من قدام مين؟ قدام الستة، يعني تصبح 106، والعلامة من قدام ما لهاش لازمة، لو من ورا لها لازمة، لكن بقت 100 وكام؟ 106. وين ال 106 اللي هي رقم واحد؟ عندما تتحرك أرقام العدد خانة واحدة تجاه اليسار، لو تحركت أرقام العدد تجاه اليسار ولا اليمين، ده يمين لكن اليسار بتزيد، فإن قيمة العدد نقط بالضرب في 10 تزداد، دايما بالضرب تزداد. طيب في صورة كسر 10 بنكتب العدد اللي هو البسط 125، طالما بتقسم على 1000 يعني عاوز 3 أرقام بعد العلامة، أدي لك 1 2 3 ونضع العلامة والزيرو. طيب خش على اللي بعديها، عند ضرب العدد ده 3 صحيح و 159 جزء من 1000 في 10 فإن قيمة العدد 9 تتغير من كم لكم؟ تعال نضرب 3 1 9 5 بدون العلامة. تضرب يعني العلامة تجري لقدام، تيجي قدام الواحد، تيجي قدام مين؟ الواحد. فإن قيمة التسعة تتغير من كم لكم؟ والله التسعة كانت فيها في الأول في الجزء من 1000، طالما في الأجزاء زيرو علامة، ونكتب التسعة في الجزء من 1000، والتسعة قدامها رقمين عشان تصل للعلامة، نبدلهم هي أصفر، جات في مين؟ جات في الجزء من 100، يبقى طالما في الأجزاء نكتب علامة زيرو، زيرو علامة، ونكتب التسعة، والتسعة قدامها رقم واحد عشان تصل للعلامة، نستبدلها بصفر. عند قسمة العدد 1.7 من 10 على 10 فإن قيمة الرقم تتغير، واحد تتغير من نقط، لما نقسم العلامة تجري لورا، يعني تيجي 100 نكتب السبعة والواحد بدون علامة، والعلامة تجري لورا تحط قدام هي تيجي ورا الواحد، ونضع 100 الزيرو، تمام؟ فإن الرقم واحد تتغير قيمته، الواحد كان في الأحد فقيمته كانت بواحد، جه في الجزء من 10 طالما جه في الأجزاء زيرو علامة، ونكتب الواحد، تمام؟ وفش قدامش ارقام الواحد حتى اصل للعلامه عشان هذا اصفار، يبقى من واحد لواحد من 10. بيقول لك السؤال الثالث ايه؟ اوجد ناتج مآلي مستعينا بجدول القيمه المكانيه. طول ما انت بتقسم العلامه بتجري لورا،
يعني تحط تيجي ورا الخمسة، نكتب 5 1 3 وتحط خطوة واحدة تيجي ورايا 5، لأن أنت بتقسم على مين؟ على 10. طيب نيجي رقم 2، أنت بتضرب يبقى العلامة تيجي لقدام، تحط تيجي قدام مين؟ الواحد. يبقى 3 1 4 5 وتحط تيجي قدام مين؟ الواحد، لأن أنت بتقسم على 10 يعني تحط خطوة واحدة قدام الواحد. طيب بتضرب في 10 يبقى العلامة بتجري لقدام، تحط خطوة واحدة تيجي قدام التلاتة، يعني 7 3 علامة 2. طيب أنت بتقسم على 100 يعني العلامة تجري لورا خطوتين، يعني تحط مرة تيجي ورا الواحد وتحط مرة تيجي ورا الاتنين، يعني 2 1 7 ونحط العلامة 0. طيب أنت بتقسم على 10 يبقى العلامة تحط لورا، تجري لورا، طب ما فيش علامة، تحط علامة من قدام وتحط تيجي قدام الواحد، يبقى 1 2 علامة 1. طيب انت بتقسم على 100 يعني العلامه تجري لورا، طب يا استاذ ما فيش علامه، تحط العلامه من قدام، تفوت مره تيجي قدام الصفر وتفوت مره تيجي قدام الواحد، تصبح 7 4 علامه 1 0. تمام، نخش على السؤال ونيجي لاخر سؤال يا استاذ، بيقول لك اكتب لي بالكسر، اكتب هي صيل كل نموذج بالكسر الذي يمثله. قلنا يا استاذ ده عباره عن كسر عشري، بنضع 0 علامه، تمام، ونعد المستطيلات الصحيحه. المستطيل الصحيح ده بنضع في جزء من 10، ادي لك 1 2 3 4، ها خلاص نعده بالله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى في الجزء من 10 نضع 9، لان المستطيلات الواقفه دي الصحيحه بتمثل لي الجزء من 10، اما بالنسبه للجزء من 100 بيمثل لي المربعات المتوسطه. ادي لك 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 مستطيلات متوسطة بالمثلة في الجزء من كام؟ من 100. وين الرقم ده هنا؟ والله يا أستاذ الرقم ده هنا موجود أهو، لأن لو زودت صفارة على الشمال ما لهاش لازمة. طب نيجي اللي بعديها، كم مستطيل؟ ده كسر 10 لأن المربع كامل ده ما كملش. ونكتب كم مستطيل واقف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 مستطيلات واقفين، في الجزء من 10 نكتب 8. طيب وين دي؟ أهي. وممكن تزود اصفار على الشمال في البدايه ما لهاش لازمه في الاجزاء. طب نيجي هنا، ده عباره عن كسر 10 0 علامه، كم مستطيل واقف؟ عندي 2 بس اصحاح، يبقى 2 في الجزء من 10. كم في الجزء من 100؟ كم مربع؟ ادي لك 1 2 3 3، نكتب 3 في الجزء من 100. نيجي للجزء من 1000، عباره عن مستطيلات رفنعه خالص، عباره عن 4، تمام، عباره عن 4 مستطيلات رفنعه خالص. وين ال 234 جزء من 1000؟ اهي، يبقى نختار ده. وبكده يا استاذ يكون خلصنا مين؟ خلصنا حل تمارين الدرس الثاني، وان شاء الله هتنزل حل تمارين الدرس الثالث. انا عماد يسرى، السلام عليكم.